أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كان والدي مسلمين وأردت الحج لأول مرة فأبيا، فهل أطيعهم أم أعصيهم، علما بأن في ذهابي ليس فيه ضرر عليهم؟ إذا كان ما في ضرر عليهم ولا يحتاجان إلى بقائك عندهما وأنت لم تحج حجة الإسلام، فيجب عليك الحج. لو قال لك لا تصلي لا تطيعه. كذلك الحج فريضة، ركن من أركان الإسلام، لكن عليك بإقناعهما، ما تولي تتركهم، تقنعهما وتبين لهم وأن لهم أجر إذا سمحا لك يعني ساعداك، يكون فيه تفاهم ويكون فيه إقناع. هتقول ما علي منهم وتمشي، ربما يغضبان عليك لأنك ما أحسنت التفاهم معهما. نعم.